النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بندروك توجبوه الله سبحانه وتعالى لأيطة ملة من أساسنا ترمترو جسعنا ربه نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يخرج في أطراف مكة في غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى. فبان جن توجيه كرو مكة أتوقفين توجوه لكنا روم لنجراء. وفي يوم الاثنين لكنا نجن والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقيل النبي صلى الله عليه وسلم قمتم تسمعنا لكنا روم لنجراء جاءه جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام قم بأن مجور النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. جبريل قم بأن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أسوه. قال ما أنا بقارئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة، وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غير كاذب لأنه جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى. نبينا جبريل بانتراه القصور مدوية صلى الله عليه وسلم قبان جيري شوائي طاق تقام جبريل بانتراك نيوم من مين كنت صوتي جبتي نبي صلى الله عليه وسلم من مين كنت نكيس سي هاي فجف آن داي نيك هاي كوجي سنيا داكا نبي صلى الله عليه وسلم كوجي نك داي نبي دا الله سبحانه وتعالى قلتون مو هاي قوات نن كوجي نك داي نجي فت هاي قوات نن كوجي نك داي من قفا. ثم قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. جبريل نو تاي بنطا هاي قوات آن ឲ្យគាត់សូត្រក៏ប៉ុន្តែនប៊ីយើងនៅតែនិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលចេះសូត្រទេ ثم قال له اقرا قال ما انا بقارئ ក្រោយមកគីប្រេនិយាយទៀតថាអ្នកឯងសូត្រមើលនប៊ីយើងនៅតែឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលចេះសូត្រទេ فنزلت عليه اول سوره نزلت من القران الايات الخمسه الاولى من سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق ក្រោយមកអល្លោះសុខាតាឡាទៅបានបញ្ចប់អាយ៉ាដំបូងបង្អស់ប្រាំអាយ៉ាដំបូងនៃសូរ៉ាអល់អាឡាក់មកលើនប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំណា